وسيكون لنا وقفة عند مشاركي إذن الموسم 14 من برنامج العلوم النجوم العلوم، وسنبدأ بالسيد يوسف فرمي المشارك الجزائري لي في برنامج نجوم العلوم. صباحك سعيد سيد يوسف. السلام عليكم، صباح الخير عليكم جميعا، شكرا على هذه الاستضافة، شكرا على هذه اللفتة الطيبة. إذا بداية سيد يوسف نهنئك ونبارك لك أنت فخر الجزائر بداية، تحدث لنا ربما عن ابتكارك وعن طموحك، يعني كيف وصلت وكيف تقيم تجربة يعني تجربتك في نجوم العلوم؟ أول شيء نحن نزداد فخرا بكوننا جزائريين وليس العكس، يعني نحن لما نمثل الجزائر فنحن نفخر بكوننا جزائريين أولا، ثم أي شيء نقدمه فهو في سبيل خدمة هذا الوطن. فيما يخص جهازي، هو جهاز الاستخراج الآمن لسم العقارب. طبعا سم العقارب هو من بين السوائل المفيدة جدا في العالم، هو موضوع جديد للأبحاث الطبية في خصوص استخلاص العقارات والأدوية الخاصة ببعض الأمراض المستعصية مثلا. فجهازي حاليا هو أول جهاز آمن لاستخراج سم العقارب، يعتمد على بعث موجات فوق صوتية لاستقطاب العقارب لتفرز سمها في كبسولة معينة يعني. طيب السيد يوسف، ماذا ربما عن طموحك المستقبلي وربما مشاريعك المستقبلية؟ كمشروع مستقبلي هو أول شيء أن ننشئ شركة لصناعة هذا الجهاز، يقوم بجمع كمية يعني معتبرة من السم، بعدها إن شاء الله ربما تسويق هذا السم إلى المخابر العالمية. جميل، وما هي رسالتكم للشباب المبتكر اليوم؟ كرسالة أنا أشجع الجميع، يعني ولو كانت الفكرة بسيطة، ولو كانت الفكرة في ظن وفي نظر وهي فكرة لم يتوصل إليها أحد، لابد من البحث عن هذه الأمور، يعني يكون شجاع بما فيه الكفاية لإكمال المشوار يعني. ونجوم العلوم هو فرصة للجميع لمثل هذه الأمور، يعني أنا من مجرد فكرة أصبحت في الميدان، وكنت أظن أنه سبقونا إليها خاصة الدول المتقدمة، لكن في حقيقة الأمر أنها ولو هي مجرد فكرة، بمجرد ما تكون عندك شجاعة وتكون عندك كفاءة أنك توصل لمشروع معين فهذا بادر الخير إن شاء الله. وأنا أرجو من الشباب الجزائري كله أن يتحفز بهذا المشوار وأن يباشر إلى العمل في الميدان. نشكرك سيد يوسف فرمي مشارك في الموسم 14 من برنامج نجوم العلوم، نتمنى لك التوفيق وبكم نفتخر ونرتقي إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا، بارك الله فيكم على هذا الاستضافة. إذن مشاهدينا، في ذات السياق تأهلت سمية إذن السياب إلى نهائي برنامج نجوم العلوم في موسمه الحالي بابتكار في المجال البيئي. إذن للحديث أكثر حول هذا النجاح وهذا الابتكار تنضم إلينا أيضا المتأهلة للنهائي السيدة سمية عبر الهاتف. إذن ابتكارها كان في المجال البيئي، التحليل الحيوي للميكروبلاستيك بطريقة جديدة من البيولوجي والناتو تكنولوجي. هذا الابتكار جعل سمية المترشحة تنتقل إلى نهائي برنامج نجوم العلوم في موسمه 14. إذن للحديث أكثر حول هذا الابتكار وبرنامج نجوم العلوم الذي أعطى فرصة ربما للمشاركين المبتكرين وحتى الباحثين في عرض إذن نجاحاتهم. إذا سمية مرحبا بك معنا على تلفزيون الشروق نيوز. أهلا فيكم أخواني الأعزاء، أشكركم جزيل الشكر على تسليط الضوء على المبتكرين من الدول العربية. جميل جدا، بداية سمية نهنئك على النجاح وانتقالك للنهائي. الحمد لله، الله يهنيك والله يبارك فيكم جميعا. سمية، هل لك يمكنك أن تحدثينا ربما عن ابتكارك الذي أهلك للنهائي؟ أولا ابتكاري هذا يعني يعتبر الابتكار الأول في نجوم العلوم منذ 14 عام الذي يهتم في الجانب البيئي، حيث أنني قمت بطريقة جديدة دمج طريقتين البيولوجي والنانو تكنولوجي للتخلص من الميكروبلاستيك بطريقة علمية دقيقة وصديقة للبيئة. هذه الطريقة لم تعمل من قبل أول مرة، وكانت النتائج جدا فعالة وسريعة. الحمد لله قدرت أثبت لجنة الحكم وتخطيت 3 مراحل، 4 مراحل
بجدارة الحمد لله. آخر مرحلة مرحلة تصميم اللي هي كانت في الأمس، والحمد لله كنت أعلى نتيجة، حصلت على أعلى نتيجة من تقييم لجنة الحكم، والحمد لله رب العالمين. أنا فخورة جدا بهذا الإنجاز، وإن شاء الله واصل الجهود الحين في التصويت في هذا الأسبوع، وأتمنى الدعم من جميع المبتكرين أو من جميع الدول العربية ودول العالم، لأن هذا المشروع سوف لن يخدم فقط الشعب العماني فقط، لا سوف يخدم جميع العالم، لأنه يخلصنا من السم البلاستيكي أو أنه الغزو البلاستيكي الذي يتخلل في خلايانا وأنسجتنا. لأن آخر ثلاثة في مارس هذا العام أخذوا عينة من دم الإنسان وحصلوا 20 عينة عشوائية، وحصلوا تقريبا 80% من دمهم يحتوي على بلاستيك. هذا البلاستيك يسبب سرطانات وخلل في الجهاز المناعي وأيضا بعض أنواع الالتهابات. طيب سمية، ربما ما هو طموحك المستقبلي خاصة في مجال الابتكار والبحث العلمي؟ طبعا أنا أطمح أن يكون لهذا المشروع وهذا الابتكار واقع، أن أتمنى أن يرى النور، وأن يكون كل إنسان وكل بيئة وكل بيئة عربية وعالمية تستطيع أن تستخدمه، لأن هذا سينقذ العالم من هذا الغزو البلاستيكي. أتمنى أن ما يكون مجرد دراسة، أن يكون له وقع وله أثر في البيئة وله استخدامات وتطبيقات في الواقع، ما أريدها تكون مجرد أوراق علمية وهذه الأوراق العلمية تنشر في المجلات ولا يكون لها تطبيق. لابد أن نبدأ خطوة واحدة لتطبيق هذا المشروع في الواقع. أعرف طبعا أن هذا المشروع تطبيقه في الواقع ليس بالشيء الهين، ولكن إثباتي للفكرة بحد ذاتها كانت شيء صعب، كنت مؤمنة أن الفكرة سوف تنجح، والآن أنا أثبت وأقول أن هذه الفكرة إن شاء الله سوف يكون لها تطبيق في الواقع إن شاء الله. وكيف جاءتك فكرة الابتكار؟ هذه الفكرة بعد ما جاءت تحذيرات للدول وصلت من هيئة الأمم لكل الدول بالبحث عن أماكن الميكروبلاستيك في البحار، وصلتنا عن طريق هيئة البيئة في عمان. أنا تقريبا أشتغل في هذا المشروع قبل سنتين، من سنتين وأنا أشتغل في هذا المشروع لإيجاد حل، وكنت أشتغل بطريقة البيولوجي والنانو تكنولوجي على حدة. كانت العلماء كانوا يبحثون في هذا الموضوع كثيرا، ولكن طريقة الميكروبيان ماس الدراسات فيها قليل. ليش؟ لأن هذه يعتبر صعب أن نحن نستطيع أن نقيس الميكروبلاستيك ديجريديشن وتحليله. فلما عرفنا في دراسة في عمان، حصلنا يعني في عمان وطبعا كل الدول أكثر من موقع يحتوي البحار على بلاستيك. الأسماك في مختلف الدول تحتوي أعضاءها على جزيئات بلاستيكية. نحن الحين يمكن قدرنا نتحمل، لكن أجيالنا القادمة يوما ما يوصلوا لمرحلة ما قادرين، لازم يكون عندنا حل سستينبل وحل مستدام لهذه المشكلة وهذا الغزو، لأن نحن جزء من المشكلة، لابد أن نكون نحن جزء من الحل حتى نجد حل لهذه المشكلة. كباحثة ومبتكرة سيدة سمية، رأينا أنه في شباب في الوطن العربي يعني عنده أفكار، عنده ربما مشاريع مبتكر وشباب باحث أيضا، ربما ما هي نصائحك لهؤلاء الشباب للتوجه يعني لتحقيق ابتكاراتهم التي ربما من شأنها أن تفيد الوطن العربي؟ أكيد. أولا المبتكر لابد أن تؤمن بالفكرة التي أنت وجدتها، وأول وثاني شيء تعطي نفسك الثقة والاستمرارية، لأن أكيد سوف تحصل وتجد المحبطين حواليك، ولكن عندما يكون لك هدف خليك مركز على الهدف اللي أنت معه، وإن شاء الله توصل للفكرة اللي أنت حصلت عليها. وثانيا لا تقلل من شأنك، اعرف أن أنت في يوم من الأيام قد يكون ابتكارك وفكرتك لها وقع في ناس ممكن يستفيدوا منك، سواء كانت نشر الثقافة أو المادة العلمية. يعني مثلا ابتكاري أنا الميكروبلاستيك، كثير من الناس ما يعرف مشكلة الميكروبلاستيك وخطورتها، ما واعين بهذا الموضوع، ولكن قد يكون هذا الموضوع الحين شأن العرب أنهم يستطيعوا أن يجدوا حلول واعدة تستطيع أن تحل هذه المشكلة. أيضا للمبتكر واصل شغفك وواصل استمرارك، حتى لو أنت تعتبر معك بعض الضغوط خليك متواصل في هذا الإنجاز. طيب وفي الأخير سمية، ربما ما هي رسالتك؟ رسالتي هي سواء كان الجمهور الجزائري أو الجمهور العربي أو دول العالم كامل، أريد أن يؤمنوا بهذه الفكرة ويعتبروها إن شاء الله تكون حل واعد لهذه المشكلة، لأن هذه المشكلة تعتبر كبيرة جدا وتعتبر تؤثر على الواقع. يعني أنا الحين على خطوة من المرحلة النهائية،
50% عند لجنة الحكم الحمد لله حصلت على درجات متميزة، 50% تصويت الجمهور. أنا أنتظر تصويت الجمهور الجزائري والجمهور العربي والجمهور الخليجي وأيضا جمهور العالم أجمع، حتى يكون في هذا المشروع وقع وله تأثير في الواقع إن شاء الله. شكرا لك سيدة سمية، مبتكرة ومتأهلة إلى نهائي برنامج نجوم العلوم، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق جميعا، وأتمنى أن تتابعون مواقع السوشيال ميديا لحسابي، لأن توجد فيه كل المعلومات عن الابتكار وعن الإنجازات السابقة. إذن مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذا النقاش، نتمنى لكل الباحثين والمبتكرين في أنحاء الوطن العربي التوفيق.